صحيح، اتفق مع حضرتك يا ابو عبد الله. طب ابو عبد الله، فيما يتعلق بالملف الاقتصادي، الرئيس اردوغان اعلن انه يحارب الربا وبالفعل قام بتخفيض الفائده لخانه الاحد، لكن الان ارتفعت ل 15%، هل هو يعني يمثل هزيمه ام مناوره فيما يتعلق بحربه على الربا؟ لا، مناوره سيدي الفاضل. انت اذا تبي تعدل الوقت الاقتصادي، انت لا تنسى ان الاستاذ محمد وزير الماليه، شو اسمه، محمد شمشك، هذا الرجل عبقري من عباقرة الاقتصاد وعنده رؤية سياسية، وربما أنه في الملف الاقتصادي يختلف مع الرئيس رجب طيب أردوغان. فالرئيس عندما جاء في الرئيس رجب طيب أردوغان جاء لرجل، لا أقول عنه السوبرمان أو الرجل الخارق، إنما أقول رجل لديه رؤية اقتصادية إصلاحية. الآن عندما ترتفع النسبة أمر طبيعي، أول 3 شهور 4 شهور 5 شهور أمر طبيعي، ولكن بعد 5 شهور 6 شهور تتعافى. لا ننسى أن الآن بعد الزلزال رؤوس الأموال التي دخلت في تركيا، وحتى ساعدت الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات بالمناسبة، رؤوس الأموال يعني 5 مليار من المملكة العربية السعودية، الآن في أنطاليا الاستثمار الكبير جدا من قبل الأشقاء في قطر، الآن أيضا الاستثمار أقرأ قبل أيام بأن هناك حجم يعني استثمار كبير، يعني ربما تكون قطر والإمارات وقطر والمملكة العربية السعودية وحتى روسيا مجتمعين لا يصلون إلى حجم الاستثمار الإماراتي في 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 في, في تركيا. فقضية اليوم محاربة الربا أو أسلمت بعض القوانين الاقتصادية وإصلاح بعض البنود هنا وهناك أمر ليس بالأمر الهين أو السهل على الرئيس رجب طيب أردوغان. خلينا نتكلم بكل واقعية، هناك أفراء وهناك قانون وهناك دستور، ولكن تحتاج إلى رؤية. أعتقد بأنه هو شخصيا رجل اقتصاد من الطراز الأول، هو يتمتع بخبراء اقتصاديين قوية جدا، هو استطاع أن يقرأ المشهد العالمي. يعطيك مثال واحد يقرب وجهة النظر. في الأزمة الاقتصادية التي حدثت العام الماضي بعد الحرب الأوكرانية الروسية، تدخل روسيا، تدخل تركيا على الخط في قضية صفقة الحبوب على سبيل المثال، صفقة الحبوب اللي كانت بين روسيا وبين أوكرانيا، قدمت فائدة مالية كبرى لتركيا. أزمة اللاجئين السوريين اللي هو استلم فيها من اليورو، من الاتحاد الأوروبي، وتدفق اللاجئين السوريين الأراضي التركية، قدم للخزينة التركية مليارات من الدولارات. إذن العملية تحتاج إلى صبر، هي ما تستطيع اليوم من خلال تصريح هنا وهناك، تصريح ناعم أو كلاسيكي أو رومانسي تقول بأن أستطيع أن أصلح. لا، قضية الإصلاح خصوصا الاقتصادي